احتفلت رعية كنيسة العذراء الناصرية بالصوفية بعمان بقداس نهاية الشهر المريمي. ترأس القداس المطران حنا جلوف مطران اللاتين في سوريا بمعاونة قدس الأب حنا كلداني راعي الكنيسة وعددا من الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات وحضور المطران جمال خضر وجمع كبير من المؤمنين. وقد سبق القداسة تلاوة السبحة الوردية إكراما لأمنا مريم العذراء. وفي عظته تحدث المطران جلوف عن مكانة والدة الإله لدى عموم الرعاية وحبها ورعايتها كذلك لكافة مؤمني رسالة السيد المسيح. وفي الختام قام المصلون بعمل دورة احتفالية في ساحة الكنيسة.